أكدت وزارة التجارة توفر جميع المواد الأساسية بالكميات والمخزونات اللي تغطي الحاجات الاستهلاكية للفترة الحالية والفترة القادمة دون اعتبار عملية الإنتاج والتصنيع والتوريد المتواصلة بنسق عادي. وبينت الوزارة توفر مخزون استراتيجي من الحبوب، القمح اللين والصلب والشعير العلفي يغطي الحاجات إلى غاية شهر مايو، وينتظر وصول شحنة إضافية من الزيت النباتي ب 6000 طن يوم 17 جانفي، وبرمجة اقتناء كميات ب 15000 طن ستصل بداية من شهر فيفري، بما يمكن من استعادة النسق العادي للتزويد بهذه المادة. من جهة أخرى تعمل الوزارة على تدارك الاضطرابات في التزود بالبيض والفرينة الرفيعة والسميد في بعض المناطق الفترة الأخيرة إلى حين استرجاع النسق العادي للتزويد، مع تكثيف حملة المراقبة الاقتصادية للتصدي للممارسات الاحتكارية وتفعيل أقصى العقوبات الجزائية والإدارية ضد المخالفين. أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي تراجع أسعار الخضر بالولاية منذ بداية شهر جانفي الجاري، مقابل زيادة في أسعار الغلال تراوحت بين 10 إلى 20% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. هذا وتشهد أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء استقرار منذ السنة الماضية، في حين هناك نقص في التزويد بالسمك نظرا لرداءة الأحوال الجوية وفق المسؤول الجهوي. وبالنسبة لتزود بالزيت المدعم أفاد المثلوثي أنه يقع يوميا ضخ كمية بين 20 إلى 25 ألف لتر، لكنها غير كافية في الظروف الحالية دون تسجيل أي إشكال في عملية التزود بمادة الفرينة. رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين 3 مخالفات اقتصادية في حق 3 شركات جملة للاتجار في منتوجات مدعمة تراقب تخالف القرارات المتخذة من الجهات المختصة، مع مخالفة اقتصادية رابعة من أجل مسك مخزونات قصد بيعها والمضاربة فيها دون توفر شروط ممارسة التجارة، وذلك في إطار مراقبة مسالك توزيع مادة السميد الغذائي. وقد تم تحرير عقوبات إدارية متمثلة في قرار منع تزود يخص شركتين للمواد الغذائية بالجملة. استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة وشؤون العقارية بالكاف يوم الأربعاء عقارا دوليا فلاحيا يمسح 5 هكتارات كائن بعمادة وادي سواني معتمدية الكاف الشرقية من ولاية الكاف، تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن ولي الجهة. وسلمت خلية تصرف الأراضي الدولية المسترجعة بولاية الكاف العقار بانتظار إعادة توظيفه قريبا وفق الترتيب الإدارية الجاري بها العمل.